السلام عليكم. هاتف سامسونج جالاكسي من فئة الآية توقف عن تلقي تحديثات جديدة وداعا للتحديثات. ولهذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك وتابع الفيديو حتى النهاية. أطلقت الشركة الكورية سامسونج هاتفها الذكي الذي يحمل اسم سامسونج جالاكسي S21S في مايو 2020 مع نظام التشغيل أندرويد 10 تحت واجهة الوان يو آي 2.0. في ذلك الوقت وعدت الشركة الكورية بإصدارين من أندرويد وأربعة سنوات من حزم الأمان للجهاز، والآن حضر وقت لإيقاف التحديثات لهذا الهاتف. توقف التحديثات عن أحد هاتف سامسونج من فئة الآي. في عام 2021 أصدرت سامسونج تحديث الأندرويد 11 مع الوان يو آي 3.0، وفي العام التالي تحديث الأندرويد 12 مع الوان يو آي 4.1، مما أدى إلى الوفاء بوعد إصدارين من نظام التشغيل. وبعد تلقي التحديثات حتى مايو 2024 أنهت الشركة الكورية دعم التحديثات لهاتف الجالاكسي A21S، وقامت شركة سامسونج بإزالة الجالاكسي A21S من قائمة الأجهزة التي ستتلقى تحديثات مستقبلية، مؤكدة أنها أنهت دعم التحديثات لهذا الطراز، وكان آخر تحديث هو تصحيح الأمان في مايو 2024، والذي قام بتصحيح 45 ثغرة أمنية وخصوصية. برأيي كما هي أفضل شركة من حيث التحديثات، وما رأيكم في إنهاء التحديث لهذا الهاتف الجالاكسي A21S؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.